إلى تعز الآن، حيث توقفت هيئة مستشفى الثورة العام في المدينة بشكل كلي مساء أمس الاثنين، وذلك نتيجة نفاد مادة الديزل لتشغيل مولدات المستشفى بحسب مصادر طبية. وذكرت المصادر أن المستشفى عاجز عن توفير احتياجاته من مادة الديزل، خاصة مع ارتفاع أسعارها وعدم قدرة ميزانية المستشفى على مواكبة هذا الارتفاع. المصدر قال إن كميات الوقود المخصصة للهيئة والمقدمة من منظمة الصحة العالمية انقطعت منذ 3 أشهر، وأشار إلى أن هذه الأوضاع تسببت بتراكم الديون على الهيئة لدى ملاك محطات المشتقات النفطية لتصل إلى 120 مليون ريال يمني، عجزت معه الهيئة عن سداد نحو نصفها. بالعودة مشاهدينا لموضوع نفاد مادة الوقود والديزل من مشافي مستشفى تعز، تحديدا هيئة مستشفى الثورة العام، لمناقشة هذا الموضوع انضمنا دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مستشفى الثورة. نرحب بك دكتور معنا في أخبار المنتصف. إذا لا شك أن الوضع مأساوي نتيجة لنفاد مادة الديزل، لو تحدثنا الآن عن الوضع داخل المستشفى وما تداعي ذلك على المرضى داخل المستشفى. يا عزيزتي، الوضع ليس مأساويا، الوضع كارثي ومميت. بالأمس انقطع التيار الكهربائي نتيجة نفاذ مادة الديزل المتكررة، وهذه المشكلة التي لم تلقى نية للحل، انقطع من الساعة 4 وحتى الساعة 8 والنصف. وكان هناك في قسم العناية المركزة العديد من الحالات، منها تحت التنفس الاصطناعي، قام الأطباء والممرضون بنزع الأجهزة، أجهزة التنفس الاصطناعي، وكان هناك حالتين لابد من عمل تنفس يدوي. فلتي وللإخوة المشاهدين ولمن يسمع ولمن في قلبه رحمة أن يتخيل، منذ الساعة 4 وحتى 8 والنصف تنفس يدوي عن طريق ما يسمى بالأنبوباك أو بالون الأنبوباك. الوضع كارثي وهو متكرر. قد يقول القائل لماذا لم تطلقوا نداء؟ نحن شبعنا نداءات نداءات دون وجود أعمال، بل أن البعض أصبح يستغل نداءاتنا في هيئة مستشفى الثورة وفي مستشفيات تعز، يستغلها لكي يظهر إعلاميا أنه قام بإيجاد حلول. لا توجد حلول ناجعة على الإطلاق. يعني حتى اللحظة دكتور كما تحدث الوضع كارثي، خصوصا يعني كما تحدث يعني داخل غرف العناية المركزة هناك مرضى ويعانون حتى اللحظة. الجدير بالذكر دكتور هنا أن ربما الحصة المخصصة للمستشفى من منظمة الصحة العالمية قد انقطعت منذ 3 أشهر، يعني منذ 3 أشهر هذه المنحة يعني توقفت، و أنتم منذ 3 أشهر يعني تعانون من ذلك؟ نحن نعاني من سنتين تقريبا، منذ أن قامت منظمة الصحة العالمية بتخفيض الحصة المخصصة للمستشفى من 20,000 لتر شهريا إلى 10,000 لتر، ثم إلى 5,000 لتر، ثم انقطعت تماما. أتت متقطعة في العام 2021 كل 3 أشهر تعطي دفعة، ثم أخيرا انقطعت الآن منذ بداية العام. طيب 2021 دعني أتوقف عند هذا الموضوع لأنه مهم. طيب منذ سنتين كما تحدث يعني خفضت، ما أسباب هذا التخفيض الذي أدى إلى الآن إلى توقفه وانعدامه؟ هل مبررات من قبلها؟ لا، لم نجد أحدا حتى لكي يقنعنا. أخيرا معالي الأخ الوزير يوم أمس في تواصل شخصي مع الأخ معالي وزير الصحة يقول بأن المستشفى كانت خارج المنحة البنك الدولي وأنها كانت تستلم من المنحة السعودية. من الذي وضع هيئة مستشفى الثورة، أكبر هيئة وأكبر مستشفى في إقليم القنات، من الذي وضع المستشفى هذه خارج المنحة البنك الدولي؟ لا أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يرد على هذا السؤال. هناك بعض المراكز الصحية وهناك بعض المراكز والمختبرات في تعز لديها من الحصة 10,000 لتر شهريا، ومستشفى الثورة تم تخفيضه إلى 5,000 ثم إلى الانقطاع تماما. والآن معالي الأخ الوزير يبلغنا يوم أمس أنه تم إعادة 7,000 لتر شهريا. بالمناسبة 7,000 لتر شهريا لا تكفي لأسبوع، لأن الاستهلاك الشهري للهيئة نتيجة لانعدام الكهرباء العمومية في هذه المحافظة، الاستهلاك الشهري 34,000 لتر. من الذي لا يعلم أن محافظة تعز هي المحافظة المحررة الوحيدة التي لا يوجد فيها شيئين رئيسيين،
كهرباء عموميه لا توجد داخل هذه صحيح. المحافظه، ثم لا يوجد فرع لشركه النفط والمحروقات والمشتقات النفطيه، كل المحافظات توجد لها فروع لشركه النفط وكهرباء عموميه والمولدات للمستشفيات والمرافق والمؤسسات تقوم بتغطيه النقل، الا محافظه تعز لا يوجد فيها. يعني كما تحدثت يعني هذا سبب مركب حاليا كما تحدثت، يعني لا كهرباء عموميه ولا ايضا فرع لشركه النفط. دعني اتوقف عند نقطه مهمه ايضا ذكرتها، ان هيئه مستشفى الثوره هي خارج المنحه، منحه البنك الدولي، ولكنها ربما تندرج ضمن منحه المنحه السعوديه. طيب هل هناك ايضا منحه كافيه من قبل المملكه؟ لا، المنحة السعودية توقفت تلقائيا بحسب الاتفاق، هذا ما سمعناه، يعني بحسب الاتفاقية أن المنحة السعودية للمرافق الصحية والمراكز وصلت إلى نهايتها، لكن لا يوجد حتى ترتيب برغم النداءات المتكررة وحصول وتكرر هذه الكارثة داخل الهيئة، لا يوجد حتى ترتيب لوضع المستشفى في مكان ما تحصل على منحة مستمرة من المشتقات النفطية. النداءات متكررة، الحلول المركزية عجزت، الحلول المحلية السلطة المحلية عجزت، هناك توجيه من الأخ المحافظ العام الماضي في 2021 لسداد مديونية المستشفى لمحطة المشتقات التي تزود المستشفى بالمشتقات النفطية، وبالديزل لم تلقى آذنا صاغية، وتم الاكتفاء بتقديم كومة كبيرة من الإعلانات والأخبار وشراء 10,000 لتر فقط لمرة واحدة، ولم تسدد ديون المحطة. أتينا مرة أخرى الآن إلى حدوث الكارثة مرة أخرى، هناك توجيه من الأخ المحافظ بتسديد ديون المستشفى التي بلغت حتى الآن 41 مليون إلى 50 مليون، ورفضت المحطة لأنها قطاع خاص ويخف على أمواله. الآن هذه الورقة تاهت منذ 3 أشهر ونحن نتابعها في أروقة المحافظة. أصغر موظف ممكن أن يرمي فيها في درج من أدراجي وفي مكان من ملفاته ولا أحد يستطيع ضبطه. يعني هذا وضع مؤسف دكتور، يعني كما تحدث يعني ديون مستشفى أكثر من 41 قد يصل أيضا إلى 50 مليون بالنسبة للدين. طيب الآن هل هناك ربما من خطة بديلة طارئة لهيئة المستشفى؟ هل هناك أيضا تداعي للمحافظ أيضا والسلطة المحلية؟ سمعنا قبل فترة ربما أن هناك يعني جهود من قبل السلطة المحلية والمحافظة أن تكون هناك شحنة إسعافية لمحافظة تعز، فبالتالي أين وصلت هذه الجهود؟ والآن ما خياراتكم أمام هذا الوضع كما حدث الكارثة؟ يا عزيزتي، نحن كالكف الذي يواجه المخرج، إلى لا بديل لنا إلا الوقوف والمساعدة للأخوة المرضى. اليوم مرضى الفشل الكلوي معرضون أيضا لتوقف أجهزة الغسيل الكلوي كما حصل يوم أمس. يوم أمس تعرضت الغسلة والنوبة التي تم توقفها بسبب هذه الكارثة، توقفت الأجهزة في الساعة 4 عصرا، ثم بدأنا أو استأنفنا عندما حصلنا على 400 لتر ديزل من فاعل خير، ثم بعد ذلك حصلنا على 1000 لتر آخر، لكن هذه اللترات القليلة ستنتهي ليلة هذه الليلة، ودون أن نجد أي التفات من السلطة المحلية لتسديد حتى لتقديم وعود كاذبة إلى المحطة يقول لهم سنقوم بتسديد هذه الديون، ما عليكم إلا أن تزودوا الهيئة بالديزل. نعم يعني نحن حتى الوعود يعني يعني دكتور حتى الوعود الآن من قبل السلطة المحلية يعني حتى ليست قادرة حتى أنها يعني تقوم بهذه الوعود. نحن من خلال شاشة يمن شباب نطلق هذا نداء الاستغاثة لهيئة مستشفى الثورة كما تحدثت، ربما يجب أن يتداعى الكل حاليا سواء كان من يعني شيوخ متواجدين هناك أو حتى رجال أعمال الآن، ويجب أيضا أن يكون هناك دور أكبر للسلطة المحلية والمحافظ، لأن الوضع داخل المستشفى كما وصفتها دكتور كارثي بالنسبة للمرضى. أشكر انضمامك معنا مدير مستشفى الثورة الدكتور عبد الرحيم السامعي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.